انا الهيمان اللي بيحبك وهيتجنن عليكي وانتي ولا انتي هنا. امال فين الشغاله؟ كلتها القطه. الله، انتي برجك العذراء. انا بقى العقرب، مع اني طيب وابن حلال وقلبي زي اللبن الحليب. ايوه. انتي حاسه بايه دلوقتي؟ صداع. تعالي وانا ضايع ولك. تعالي معايا هتتبسطي قوي. على فين؟ تعالي بس اضيع لك الصداع. فين الشغاله؟ قلت لك كلتها القطه. يا ضحكتك يا بطل، يا ضحكتك يا بطل، يا ضحكتك يا بطل، يا ضحكتك يا بطل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا بطة، بطة رد عليا يا بنتي. يا بطة، في حد زعلك يا بنتي؟ ما تقولي.
رد عليا، ما تتعبيش قلبي. اجيب لك ولعه يا معلم. ايه بسرعه بسرعه. سلام يا معلم. اهلا يا صحانك، اتفضل. الله يا بطه لسه ما رجعتش؟ رجعت يا معلم. ما شفتهاش يعني؟ كنت عايز اتشكر لها. انا كنت جاي اسالك شفتها يكون حد عكسها ولا حاجه، لان من ساعه ما جت قافله عليها الاوضه ونازله عياط. حاجه غريبه قوي. قوم بينا نشوفها مالها. يلا معاك. اتفضل اتفضل يا معلم. يا ساتر، اتفضل بيتك ومطرحك يا بطة. ثانية يا معلم. بطة يا بطة بتاعي، المعالي السلطان معانا جاي يطمن عليك. البنت الشغاله زعلتك ولا حاجه يا اختي؟ ما تتكلمي يا بنت، جرى ايه؟ اسال المعلم، صاحبك حبيبك. في ايه يا معلم؟ ان شاء الله تقص في نظري ما اعرف حاجه. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ لا يا اختي بتكلم جد. ما هو لو انت بتتكلم جد عشان تنكر عملتك السودا انا مقدره اتكلم يا معلم. كلمي يا بنت، في ايه؟ المعلم المحترم اللي عامله زي اخوك خد مني حاجه مش من حقه، من حق جيم رياضه يوم ما يكتب ويدخل عليا. يا الادب، روحي شوفي مين يا اختي اللي عمل عمليته السودا دي وجايه تنسيها فيا. ما حدش عمل العمليه دي غيرك يا معلم. يا بنت تفتكري كويس. تفتكري يا سلطان؟ دي بنتي انا عارفها كويس. الله بريح حنف، مش يمكن الواد جابر جواها على حس الخطوبه وعمل عمليته السودا؟ وايه اللي خلاها تتهمك انت يا سلطان؟ لا بقى حبيبي، انتوا باين عليكم مدبرينها سوا، عايزين توقعوني عشان انشلكم الفقر اللي انتوا فيه. لا انا ما اتكلش على وانطة. اسمع يا حنف، انا ما عملتش حاجه. عايزين تلعبوا بيا، انا العب بمليون زيكم. صحيح اتقي شر من احسنت اليه. اوعى. انت متاكده من اللي بتقوليه يا بطه؟ ورحمة أمي أكيد حتلي حاجة في الشاي خلاني مش داريانة بالدنيا. هو الدنيا جرافية إيه يا ناس؟ الدنيا جرافية إيه؟ بعد العشرة والسنين دي كلها يجي سلطان يحط دماغي في الطين؟ هعمل إيه يابا؟ أقول لجابر إيه؟ أغشه؟ جابر لو عرف هيركب دماغه، هيعمل جلاية مع سلطان. أنا لا يمكن أقدر أغش جابر، جابر ما يستحقش كده، لكن أنا هتصرف مع الاتنين، هاخد حقي من سلطان وأدي لجابر حقه، وأخليك ترفع دماغك من الطين يابا. بطة! إيه الكلام اللي سمعته ده يا بطة؟ كلام ايه يا جابر؟ الكلام اللي سلطان عمال يهفف بيه في الحاره. سلطان قال ايه يا جابر؟ بطة عارفه، وما دام سبت كده يبقى كلامنا مظبوط. بطة الكلام ده صحيح يا بطة؟ يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما ربطت نفسي بيكي. انا اهل الحاره اجيبوا سيره خطيبتي؟ جابر احنا لسه على البر. ايه ده؟ ده الرباط اللي بيربطني بيني وبينك. جابر!
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يهديني، ربنا يهديني. بخير يا حبيبتي، بس الورشة مظلمة من غيرك. الله يخليكي. وأخبار سوكا إيه؟ سوكا تحت بيعزم تجابر على فرحنا، قلت أجي أعزمك بالمرة. مبروك يا نوال، ربنا يتمم لكم بخير. بط مالك يا أختي؟ لا أبداً، شوية زعل بيني وبين جابر. لا ده شوية دلع وبكرة تتصالحوا وتبقوا زي السمنة على العسل. يا أختي وأنتوا لحقتوا يا بطة. بقول لك ايه، اوعى تفضلوا متخانقين لحد ليله فرحنا وما تجوش. سيسوكا يزعل وانا بقى ما اقدرش على زعل سيسوكا. ما تخافيش، احنا ان شاء الله هنكون اول المعازيم. ربنا يتمم لك بخير ويستر عرض كل الولاية. بط مالك يا اختي؟ ابدا فرحانه، اصل لما بلاقي اي بنت من حبايبنا ربنا بيهدي سرها ببقى فرحانه قوي. دي دموع الفرح يا بيت. طب انا هستاذن بقى لسيسو كي يستعوقني. ماشي يا حبيبتي مستنياكي. يلا يا بنتي يا ناهد. استني يا اختي. سلام يا بتوته. قلت له يا ابو نوال انا طالب منك ايد الانسه نوال. قال لي يا اسطى سوكا ايش جاب لي جاب؟ راجل حلاق قد الدنيا زيك يتواضع ويجي يحط ايده في ايدي. قلت له يا معلم فولي انا راجل متواضع وهو كله بثوابه. الكلام ده حصل يا عروسه؟ صح يا سيسوكا. استنى عليا بس هتلاقيهم عليه في بيت واحد. يلا بينا يا سيسوكا عشان نلف على بقية المعازيم. يا ام الرموش تتمسح سامي وسليم.
مالكم؟ مالكم يا رجالة؟ مستغربين ليه؟ واحدة وخدت بترى، ضيعته زي ما ضيعني وقضى على مستقبلي. ما فكرتوش في يوم اني ممكن اكون مظلومة. حتى انت يا جابر ما فكرتش ان بطة ممكن تكون مظلومة، لاني دايما كده، دايما تكذبوا الضعيف وتصدقوا القوي. لكن لا، انا خدت حقي بايديا دول، خدت بحقي. انا قتلت سلطان، قتلت سلطان يا جابر، قتلت السلطان يا جابر، قتلت السلطان. زهرته، زهرته، قتلت السلطان يا جابر، قتلته. مش جايز تكوني انت يعني قبل ما تروحي له؟ ابدا يا بيه، حظ الله وحياه رحمه امي، ربنا هو وحده بس اللي يعلم. يعني انت قتلتي سلطان علشان اعتدى عليكي؟ شفيت غليلي من اللي عمله فيا. انا وابويا ما كناش مدين لاخوانا، كنا فاكرينه راجل طيب. وايه اثبت لنا صحه اللي انت بتقوليه ده؟ اسالوها، في واحده كانت هناك في البيت اسمها نرجس، اسالوها وانتوا تعرفوا. الشقه دي فين؟ تقدر تدينا عنوانها؟ العنوان انا كان معايا ورقه كان مكتوب فيها العنوان بس ضاعت مني. كان العنوان كان بشارع في الدقي، عماره نمره كام، الشارع اسمه ايه؟ مش فاكره، مش فاكره. وقررنا حبس المتهمه فاطمه حنفي محمود الشهيره ببطه 4 أيام على ذمة القضية، وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان صحة ما تدعيه، وكلفنا المباحث بالتحري وإحضار الشاهدة نرجس، وأغلق المحضر في ساعته وتاريخه.